بيبدأ الفيلم جوه مسرحة، بيكون الدكتور واقف ومعاه تلات بنات حلوين وزي القمر، وفجأة واحدة فيهم بتقرف من المنظر وبتكون هترجع، فبيقول لها في ايه؟ امسكي نفسك كده، احنا يا بنتي مش طالعين رحلة، دي جثة بنقطعها عادي يعني، بتحصل كل يوم. وبيدي الجثة مطوة في صدرها، بيطلع القلب وبيقول الممرضة اللي معاه توزنه علشان تشوفه كام كيلو. وبعد اللقاء السعيد الشهي ده بيخرجوا التلات بنات اللي هم أصحاب، وبتكون فيهم بنت اسمها بيلا، وباين عليها التعب جدا، وبتحاول صاحبتها نيس تشوف مالها، لكن إلما بتقول لنيس تسيب بيلا ويلا علشان هم متأخرين. وأول ما بيمشوا بتشوف بيلا زي جثة قاعدة في الزاوية كده وبتنادي عليها، وبتبص الناحية التانية بتكون في جثة حقيقية داخل المشرحة، وبتكون شبه الخيال اللي هي لسه شايفاه من شوية. فبتروح بيلا البيت، وتاني يوم بتقابل جارها اللي يظهر كده ان هو معجب بيها، وجوه البيت بيكونوا هي واصحابها بيفطروا، وبتتكلم عن انها بتسمع صوت غريب، بس كلهم بيقعدوا ويتريقوا عليها. وبيكون في راجل كبير كده شكله مخضوض، واول ما بتخرج من البيت بيقول لها خدي بالك من نفسك يا بنتي. وقتها بنشوف بيلا وهي عند الدكتور النفسي اللي بيسألها اخبار التهيؤات ايه، فبتقول لها انها خفت كتير عن الاول لكن مش بتحكي اللي حصل، فهو بيقول لها ان هو تمام يعني، بس هيضطروا يزودوا دواء تمشي عليه شهر كمان. فبتاخد الدواء وبتاخد منه حباية قبل ما تدخل المشرحة، واول ما بتاخدها بتشوف زي شعر بنت بيدخل من بين الباب. وفي المشرحة واثناء ما الدكتور بيشرح بتشوف البنت بتفتح بقها وبتبص لها، فبتخاف جدا وبتجري على اوضه اللبس علشان تاخد كام حبايه كمان، وهي بتقول لنفسها انه ده اكيد بيتهيأ لها وان مفيش اي حاجه من دي بتحصل. وطبعا هي مش بتبلبع بونبون يعني، ده دواء الهلاوس بيزود الخيال عندها لغايه ما بيغمى عليها. بعد كده بنشوف انجريد وهي اخت بيلا بتروح علشان تطمن على اختها بعد ما بتعرف اللي حصل لها، وبتسال الست اللي عايشه معاها، فبتترول عليها وبتقول لها أكلمك عليه وأنا كنت وزير الاتصالات. فبتطلع تشوف أختها وبتقابل رجا جارها، وبيقول لها إن هو اللي جابها على البيت. فبتشوف الدواء اللي أخدت منه بيلا، وأصحابها بيبلغوها إنها بتروح لدكتور نفساني. بتشوف بيلا إن في حد مكتفها في السرير وقدامها خيالات وأشباح، وبتفضل تصرخ لغاية ما بتصحى وبتشوف أختها قدامها. فأختها بتحاول تطمن عليها وبتسألها عن موضوع الدكتور النفسي ده، فبيلا بتقول لها إنها بتشوف أشباح لكنها هتحاول تبقى كويسة وتاخد بالها من نفسها، وإنها بس راحت لدكتور نفساني قال لها إن عندها حاجة اسمها بارانويا وبتطلب منها إنها تمشي. وقبل ما بتمشي أختها بتقول لها إن جارها رجا لطيف جدا، وبيكون رجا واقف بيتصنت عليهم وسامع كل حاجة. وبتمشي أخت بيلا وبتفضل هي لوحدها، وبيظهر لها شبح البنت اللي كانت في المستشفى، وبتفضل تنده عليها، وبيلا بتصرخ لغاية ما بتلبسها. فبيسمع رجا وبيحاول انه ينقذها، لكن قوة الشبح بتدفعه وبتوقعه على الارض. في الوقت ده بيوصل اصحابها والراجل الكبير اللي بيطلب من اصحابها انهم يكتفوها، وبيطلب من الروح مانج ايجان انها تخرج من جسمها، وبيفضل يحاول ويحاول لغاية ما بينجح انه يخرجها من بقها. وتاني يوم بتقابل رجا اللي بتسأله لو مش خايف منها، فبيقولها ان هو فعلا كان خايف امبارح لكن النهاردة مش خايف. فبتروح المشرحة تاني، وهناك بتشوف جثة واحدة تانية خالص على انها البنت اللي بتظهر لها، فبتتخض وبتقول للدكتور انهم شرحوها امبارح، ايه اللي رجعها تاني؟ وكلهم بيكونوا مستغربين من كلامها، فبتسيبهم وبتطلع تجري على الحمام. في الحمام الباب بيتقفل عليها والمية بتبهدل المكان كله، وفي وسط كل ده بنشوف دم طالع من بطنها في مكان اللي كانت مصابة فيه الجثة اللي بيظهر لها الشبح بتاعها. فبتخرج جري من الحمام وهي ماسكة بطنها وخايفة، لكن المفاجأة انها اول ما بتلاقي دكتورة بتطلب منها تشوف مالها، فبتلاقي الجرح اختفى والدم اللي كان طالع منها كمان اختفى، فبتستغرب جدا. بعد كده بتروح للدكتور النفسي بتاعها اللي برضو بيفضل يأكد لها ان كل اللي هي فيه ده تخيلات، وان مفيش اشباح ولا اي حاجة، وان ده كله بس تخيلات في مخها، بدليل ان جسمها اهو كويس وما فيهوش ولا اي جرح ولا دم ولا اي حاجة. وبيطلب منها انها تكون قوية الارادة، وان هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تساعدها تخرج من اللي هي فيه. فبتطلع تجري جامد جدا، وبيتهيأ لها ان في بنت من سنها بتجري وراها، فبتستعيذ بالله كده وبتقول اكيد تهيؤات. بعد كده بترجع البيت وبتقابل جارها رجا اللي بيفضل يسألها اذا كانت هي فعلا كويسة ولا لا، وبيطلب منها تشوف دكتور، فبتقوله انها كمان دكتورة على فكرة وانها اضرب نفسها. بعد كده بيخرجوا سوا وبتحكي له عن الجثة والجرح والبنت اللي بتجري وراها،
وهو بيسيب كل ده وبيحاول يثبتها، وعمال بيسبل لها ويشغل لها اسطوانة عينيكي فيها حزن غريب قوي، ويظهر كده انها بلعت الطعم. فبتوصل بيلا لخيط مهم، وهو احساسها ان الجثة عايزة توصل لها رسالة معينة. فبترجع اوضتها وبتحاول تجمع الخيوط ببعض، وبتفتكر الدرس اللي الدكتور في المشرحة قال انه مش موجود. بعد كده بتروح لرجا وبتقوله انها لقت طرف الخيط اللي هو الدرس ده، وهتروح تدور على اهلها علشان يساعدوها. فبيقول لها تمام، ربنا معاكي، وطبعا لو احتاجتي اي حاجة انا في الخدمة. وبيكون متوتر جدا علشان عنده بنت جوه وبيخبيها. في الوقت ده بتكون صاحبة بيلا شايفة الموقف من بعيد، وبتهيأ لها ان في حاجة بين بيلا ورجا، وبيظهر عليها انها متضايقة جدا، وشكلها كده هي كمان معجبة برجا، وبتحكي على اللي شافته لصاحبتهم التالتة. فبتنصحها تفكها منه لان عندهم حاجة مهمة دلوقتي، وهي انهم يساعدوا صاحبتهم بيلا. وبيلا بتكون في المشرحة لسه بتدور على طرف الخيط، وبيدخل عليها الدكتور بتاعها اللي بيسألها بتعمل ايه. فبتقوله ان شبح الجثة اكس بيطاردها، وبتطلب منه تعرف مين اللي عمل فيها كده. فبيطلب منها يتفكها من الكلام ده خالص وتركز في مذاكرتها بدل ما تسقط. فبيلا بتتأثر بكلام الدكتور وبتكون هتفكها فعلا، لكن بتظهر لها شبح الجثة مرة تانية، وبتقول لها ارجوكي ساعديني وما تسمعيش كلامه، انا مش عارف الحقيقة ليه مش بتقول لها مين اللي عمل كده وتخلص نفسها. ساعتها بتقرر بيلا انها تكمل، وبتدخل عليها في المشرحة البنت اللي كانت بتمشي وراها، وبنفهم وقتها ان الحمد لله البنت دي حقيقية، لا هي شبح ولا تخيلات. وبتقول لها ان اسمها دايا، وعندها معلومات عن الجثة اللي هي دارا صاحبتها. وبتحكي دايا انها كانت مصاحبة رجا، لكنه كان عنيف ونرجسي بيضربها ومطلع عينيها، لحد ما في يوم طلبت منها دارا انهم يهربوا منه، وانها لازم تتحرر من سلطته عليها. وفعلا بتقنعها، لكن للأسف وهم بيهربوا بيعرف رجا وبيروح وراها علشان يرجعها. وأثناء المطاردة دي بتقع دارا على الأرض وبتموت. فبيقول رجا لدايا إن اللي حصل ده قضاء وقدر، وإن طبعا لو فتحت بقها هيطلع فيديوهاتها اللي معاه على النت، وإن أكيد أبوها وأمها مش هيستحملوا حاجة زي كده، وأكيد هيجيلهم السكر وهيحصل لهم حاجة، فعلشان كده خافت تتكلم لغاية ما جات لها هنا دلوقتي. وفجأة بيدخل عليهم رجا المشرحة اللي بعد ما بيكون عارف من أصحاب بيلا إنها لسه في المشرحة ومعاها بنت شعرها طويل، فبيفهم كده من مواصفاتها إنها دايا. فبيروح وبيجرجرها من شعرها الطويل، وبيقعد يقولها في الطريق ده أنت بنت جريئة فعلا، هو أنا مش قلتلك لو اتكلمتي هفضحك وأجيب لأهلك السكر؟ أنت مش خايفة عليهم من الشوجر ولا إيه؟ لكن فجأة بتتحول دايا لدارا، وبيشوفها رجا فبيختل توازنه وبيقع على الأرض. ولما بيفوق بيحاول يقوم دايا اللي بتطلع تجري علشان تهرب منه، وبتوصل بيلا اللي بتتجسد في صورة الشبح، وبتزق رجا بتوقعه وبتقوله انه لازم يدفع تمن شره، لكنه بيعافر. فبتظهر الشبح تاني وبتوقعه وبتخليه يموت نفس الموتة اللي موتها ليها. دلوقتي اهل دارا عرفوا مكان جثتها ودفنوها، ودايا قالت لها انها مبسوطة انها عرفتها، وانهم بعد كده لازم ياخدوا بالهم قبل ما يقعوا في حب اي انسان، حتى لو كان ابن الجيران الوسيم، وان في ناس اشرار جدا اكتر كمان من الشياطين. وبكده يكون فيلمنا خلص، بعد ما بتتأكد بيلا ان مفيش حاجة اسمها تخيلات، وان كل حاجة بنشوفها هي حقيقية حتى لو كانت بتشوف اشباح. وبكده يكون فيلمنا خلص، ما تنساش تعمل اعجاب للصفحة علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في الفيلم اللي جاي.